بعد نجاح الجزء الأول من فيلم ترين تو بوسان، قرر المخرج أبو عيون صغيرة أنه يخرب الفيلم. لكن لحظة، كيف يقدر يخرب هذا الفيلم؟ أوه صح، يسوي جزء ثاني للفيلم، ومو بس كذا، يجيب أم العيد بالفيلم ويخرب المتعة بالكامل. مرحبا شباب، كيف الحال؟ واليوم رجعنا معاكم في مراجعة فيلم فنينسلا. طبعا للتوضيح يا شباب، هو مو جزء الثاني لفيلم ترين تو بوسان، هو فقط فيلم من نفس المنتج ونفس المخرج حق ترين تو بوسان، ويعتبر فيلم سبين اوف من فيلم ترين تو بوسان الحقيقي. المهم خلونا منطول ويلا نبدأ. قصة الفيلم تتكلم عن رجل عصابات يطلب من مرتزقة انهم يروحوا المنطقة جدا خطيرة وجدا مميتة علشان يجيبوا له فلوسه الذي عالقة في هذاك المكان. فهذه المجموعة تقبل وتنطلق في رحلة لجلب هذه الفلوس. وبس هذه هي كانت قصة الفيلم. هل في منطق؟ لا طبعا. هذه كانت القصة بشكل عام اللي جد ما لها اي معنى ولا لها اي هدف. ومن الان اقول لكم يا شباب، هذا الفيلم ما فيه اي ايجابيات الا ايجابية واحدة فقط، اللي هي إطلاق النار على الزومبي والمطاردة. أما باقي الفيلم فكان محبط بشكل لا يوصف، على الأقل من وجهة نظري. وطبعا يا شباب، أنا من أشد المعجبين بفيلم ترين تو بوسان، اللي كان من جد فكرته جدا حلوة، وهو أحد أفلام الزومبي اللي من التوب 5 عندي، وقلت هذا الشيء بفيديو توب 5 أفلام زومبي. فكنت متوقع مستوى أقوى لهذا الفيلم، لكن من جد يا شباب كان الفيلم أقل مستوى من فيلم ترين تو بوسان. الآن راح أنتقل معاكم بالتفصيل للأشياء اللي ما عجبتني بالفيلم، أو نقدر نقول الأشياء اللي أحبطتني بالفيلم. أول شيء ما عجبني يا شباب هو القصة. قصة الفيلم كانت جدا غبية يا شباب. يعني إيش الفايدة من الفلوس إذا العالم كله بخطر؟ يعني لا في بيوت فخمة ولا في مطارات سفر علشان تسافر الجزر المالديف، فليه يعرضوا حياتهم للخطر؟ هو الشيء الثاني، مشاهد السي جي آي بالفيلم أبو كلب. يعني ألعاب الثوري 2 فيها جرافيكس أعلى وأفضل من هذا الفيلم. يعني في مشاهد الأكشن والمطاردة تتحول السيارة من سيارة واقعية لسيارة سوني 2، مع أنه يا شباب فيلم ترين تو بوسان كان متعوب على سي جي آي بالفيلم، وكانت التقنية اللي مستخدمة للفيلم جدا قوية. والشيء الثاني أنهم ضافوا عنصر الكوميديا للفيلم. يعني أوكي حطوا مشهد مشهدين، لكن مو أغلب الفيلم كوميدي. وياليتهم يعني استخدموا نكت ممتعة بالفيلم او تضحك، كلها مظروفة من الخليل الكوميدي. والشيء الرابع، ان فيلم ترين تو بوسان كان فيه مشاهد درامية جدا اسطورية لدرجة انها خلتني ادمع. لكن بهذا الفيلم حتى المشاهد الدرامية انا كنت اضحك عليها، لانه بكل بساطة المشاهد كانت جدا سخيفة. يعني حقيقي ما صار في شيء علقنا بالشخصيات او حتى نتأثر معاهم. بعض الشخصيات اللي موجودة بالفيلم قبل ما تموت تقول لك كلام حزين، يعني واتف، يعني أنا لا أعرفك ولا حتى المخرج يعرفك. والدليل على هذا أن المخرج ما حط لك مشاهد كفاية بالفيلم، يعني فقط أنت ظهرت بمشهد أو مشهدين، فكيف تبغاني أنا أتأثر معك أو حتى أحزن على الموقف؟ فأنت مين وأنا مين وأنا استفدت إيه؟ والشيء الأخير معانا هو تمطيط بعض المشاهد بشكل جدا مستفز. يعني في مشاهد كان ممكن انها تنتهي بخمس او ست ثواني، لكن المخرج يقرر ان يخليها عشر دقائق. يعني من جد يا شباب تنتظر عشر دقائق وانت تبغى تشوف ايش راح يصير في نهاية هذا المشهد؟ لدرجة يا شباب ان في بعض المشاهد انا قدمت فيها علشان اشوف ايش راح يصير نهاية المشهد. يعني من جد شيء جدا مستفز. فأنا أشوف أن التمطيط اللي صار ما كان له أي داعي. وفي الختام، هذا جزء من الكلام اللي أنا أبغى أقوله عن الفيلم، لأن لو تقول كل الكلام اللي عندي ما راح نخلص. بشكل عام يا شباب هذا كان رأيي عن الفيلم، لكن ممكن ناس كثير يعجبها الفيلم أو في ناس تختلف معاي في الرأي. تقييم لهذا الفيلم هو 3.5/10، وصدقوني يا شباب هذا تقييم جدا كبير عليه. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو عجبكم، ويا ليت تنشروا قناة للناس اللي تحب الأفلام، ومع السلامة.